السوريون يدعمون الاقتصاد التركي بعشر مليارات ليرة تركية سنوياً. كيف ذلك؟ بحسب الإحصائيات الرسمية للحكومة التركية، فإن أعداد اللاجئين السوريين فوق أراضيها تجاوز 3.5 مليون لاجئ سوري، 500,000 منهم داخل المخيمات. تكفلت بهم الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والحكومة التركية، أما الباقي فيعيشون ضمن الولايات التركية. المعارضة التركية تتهم الحكومة بأنها تدفع للسوريين رواتب شهرية وأن السوريين يعيشون من قوت الشعب التركي. هذه التصريحات حاضرة دوماً ضمن برامجها الانتخابية، والهدف منها تأجيج الشارع التركي ضد السوريين، والحكومة تنفي هذا الأمر دائماً. يعني bizim devletimizin bunlara aylık maaş bağladığını söyleyecek kadar gaflet içerisinde olanlar varsa bu nadanları da hep birlikte uyaralım diyorum. Biz hiçbir Suriyeliye maaş bağlamadık. Biz sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yetim, öksüz, fakir, fukaraya valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız vasıtasıyla maaş veriyoruz. ولتبيان ما إذا كان السوريون يتقاضون أو يضخون أموالاً في تركيا خلال السنوات السبع الماضية، تداول السوريون المقيمون في تركيا على وسائل التواصل الاجتماعي معادلات حسابية تبين حجم الأموال التي يضخونها في عجلة الاقتصاد التركي، مفترضين أنه في حال كان كل 7 أشخاص يسكنون في منزل واحد، فإن عدد المنازل المستأجرة من قبل السوريين في عموم تركيا بلغ 400,000 منزل، وإذا قدر الأجار الشهري للمنزل الواحد ب500 ليرة تركية، فهذا يعني أن إجمالي القيمة السنوية للإيجارات التي يدفعها السوريون 2.5 مليار ليرة تركية. وإذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار أن قيمة الفواتير ما بين كهرباء وماء وإنترنت للمنزل الواحد شهرياً 300 ليرة، فالقيمة الإجمالية المحصلة من فواتير السوريين 1.5 مليار ليرة تركية. وعلى فرض أن إجمالي نفقات المنزل على الطعام شهرياً 1,000 ليرة تركية يدفع سنوياً 5 مليارات ليرة تركية، وهو أقل بكثير من الرقم الفعلي الذي ينفقه السوريون على احتياجاتهم الغذائية. الحساب استثنى. عدد الشركات السورية التي أسست في تركيا بلغت 10,000 شركة ابتداء من العام 2011، بالإضافة لعدد السيارات التي يملكها السوريون وكلفة تموينها بالمحروقات والإنفاق على المواصلات وكلفة شراء أساسيات المنزل من أثاث ومواد كهربائية. وأنت كم تقدر المبلغ الذي ينفقه السوريون في تركيا؟